السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين. مرحبا. السوريين ابتكروا وسائل وطرق عديدة وجديدة ليحققوا هدفهم بأنهم يدعموا بعض ويوقفوا مع بعض ويساندوا بعض ليكونوا فعلا سوريين لبعض ومع بعض. من فترة شفنا طريقة جديدة للدعم والمساعدة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومكملة وانتقلت من السوريين لغير السوريين كمان. بتبلش الفكرة من شخص قرر يتبرع لمساعدة السوريين، بنزل منشور على الفيسبوك بأنه هو قرر يتبرع. أصدقائه على الفيسبوك هنن اللي رح يساعدوا بتحديد المبلغ. كيف؟ بيعلن صاحب المنشور أنه رح يتبرع بمبلغ معين عن كل لايك، عن كل تعليق، وبيضل المنشور مفتوح لمدة 24 ساعة. بعدها بتنحسب اللايكات والتعليقات وبتتحول المصاري ليتم التبرع فيها لصالح جهة معينة من الجهات اللي عم تشتغل مع السوريين داخل أو خارج سوريا. رح أعطيكم مثال ليكون الموضوع أوضح. مثلا بينزل المنشور أنه صاحب رح يتبرع ب 25 ليرة عن كل لايك و 50 ليرة عن كل تعليق. لنفرض المنشور جاب 300 لايك و 200 تعليق، معناتها التبرع رح يكون بمبلغ 7500 ليرة عن اللايكات و 10000 ليرة عن التعليقات، وبيكون المجموع 17500 ليرة سوري بتم التبرع فيهم لصالح أي جهة إغاثية أو تعليمية أو خدمية بتشتغل لصالح السوريين. طيب وين التحدي بالموضوع؟ رح أقلكن. التحدي أنه بعد ما الشخص بيسكر البوست بعد ما بتنتهي الـ 24 ساعة بيحول لكم شخص من أصدقائه وبيتحداهم أنهم يتبرعوا بنفس الطريقة. بعدين كل واحد من هالأصدقاء بيحول هذا التحدي لمجموعة أصدقاء تانين، وهيك حققت هاي الطريقة بالتبرع انتشار واسع كبير. وأغلب المنشورات تبع تحدي التبرعات شاركت هاشتاغ تحدي الأعمال الصالحة. إذا بتفوتوا على هذا الهاشتاغ على الفيسبوك رح تشوفوا قديش الحملة انتشرت وقديش في ناس قبلت التحدي وشاركت وتبرعت. هلأ في ناس كتير عملت هاي الحملة بدون ما تستخدم الهاشتاغ، هي حرة. هذا التحدي وهذا الإصرار على هدف السوريين بأنه يكونوا مع أخوتهم السوريين ومع دخولنا على السنة الجديدة أعطانا جرعة أمل وتفاؤل بأنه هالسنة حتكون سنة تحقيق الهدف بأمان وسلام سوريا. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين.